نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم رضا الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية والعلاج بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. القوافل العلاجية من الخدمات المميزة جدا اللي بتقدمها وزارة الصحة، كونها بتتميز بمجانية الخدمة تماما إلى جانب أنها بتوصل للمواطن لحد عنده تسهيلا على أهلنا من كبار السن واللي مش بيقدروا يوصلوا لأقرب مستشفى مركزي لتلقي الخدمة. خدمة القوافل العلاجية بتتميز أن هي مش مجرد كشف بس على المواطنين، لا، هي كمان في المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل وفي الأشعة العادية والأشعة بالسونار. معانا صيدلية متكاملة فيها جميع أصناف الأدوية اللي بتتطلبها العلاج في القافلة، ومعانا كمان جهاز أشعة إكس راي للكشف على العظام والصدر. القافلة بتقدم خدماتها بالمجان تماما في هذه القرية لمدة يومين. في القافلة العلاجية في قسم التقارير الطبية بنقوم بتحويل المريض بعد الكشف في العيادات المختلفة الموجودة في القافلة، بنقوم بتحويله إلى العيادات إلى المستشفيات المركزية التابعة لمديرية الصحة بدمياط إذا تطلب الأمر، بحيث إن إحنا نقدر نساعده يستخرج قرار نفقة الدولة أو عمل بعد الأشعة والتحاليل الغير موجودة بالقافلة.